قناة الراوي لأجمل القصص والروايات. قصة زواج سيدنا موسى عليه السلام. بعد أن كادت أم موسى عليه السلام تفقد صبرها وتخبر عنه أنها هي أمه لولا أن ثبتها الله تعالى، ورفض موسى وهو طفل رضيع كل المرضعات. وهنا تقدمت أخته وأخبرتهم عن معرفتها بمرضعة صالحة، وهكذا أعاد الله موسى عليه السلام إلى أمه فسكن فؤادها، وعاش موسى عليه السلام بين أمه وبين قصر فرعون برعاية آسيا، فنشأ مؤمنا صالحا. ولما بلغ مرحلة الشباب أعطاه الله تعالى العلم والحكمة، وكان فرعون كارها لموسى ويترقب الفرصة ليتخلص منه، وجاءت الفرصة. ففي ذات يوم دخل موسى عليه السلام المدينة وهي خالية من أهلها، فوجد رجلين يتشاجران، أحدهما مؤمن من بني إسرائيل والآخر كافر من المصريين في هذا الزمن. فطلب رجل بني إسرائيل النجدة من موسى عليه السلام، فأراد موسى عليه السلام أن يفض النزاع فدفع الرجل المصري، ولكنه مات من هذه الدفعة البسيطة. صدم موسى عليه السلام مما حصل فطلب المغفرة من الله تعالى، فتاب الله عليه ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي هو من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين، قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. بقي موسى عليه السلام في المدينة خائفا مما سيحصل بسبب قتله المصري حتى صباح اليوم التالي، وإذ بذات الرجل الإسرائيلي داخل في صراع مع مصري آخر، فغضب منه لكثرة مشاجراته. ولما أراد أن يتدخل ليفض النزاع فخاف الرجل وقال: هل تريد أن تقتلني كما قتلت رجلا البارحة؟ وهنا انتشر الخبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، قال له موسى إنك لغوي مبين. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال: يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. فعلم موسى عليه السلام أن الخبر قد انتشر. وفي هذه الأثناء كان فرعون وحاشيته قد أصدروا الأمر بقتل موسى، فجاءه رجل محب له في القصر مسرعا يحذره مما دبر له، ونصحه بالخروج من مصر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. وهنا خرج موسى قاطعا سيناء ماشيا حتى تشققت نعاله ودميت قدماه
وأكل أوراق الشجر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فخرج منها خائفا يترقب، قال رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. وهدى الله موسى عليه السلام في الطريق حتى وصل قرية اسمها مدين، وفي أطراف مدين وعند بئر الماء وجد ازدحاما شديدا، فالرعاة يسقون إبلهم وأغنامهم، ولكنه شاهد امرأتين تبعدان غنمهما عن الماء فتعجب وسألهما عن ذلك، فأخبرتاه أنهما لا تزاحمان الرجال لحيائهما، وليس عندهما سوى أبيهما الكبير في السن، فتطوع موسى عليه السلام وسقى لهما، ثم لجأ إلى ظل شجرة يطلب عون الله ومدده، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وجاء الفرج لموسى عليه السلام فإذا بواحدة من المرأتين تأتيه وسمتها الحياء، هذا حال المرأة المؤمنة، والحياء خلق يحبه الرجال في النساء، وأخبرت أن أباها يريد إعطاءه أجرا لسقيه الماء لهما، فسار موسى أمامها وكانت ترشده للطريق بواسطة الحصى، وهذا من خلق المسلم حيث مشى بأمامها، وحين تريد أن تقول له أن يذهب إلى اليمين تلقي بالحصى ناحية اليمين، وإذا أرادت أن ترشده ناحية اليسار تلقي له بحصى ناحية اليسار. ثم التقى بنبي الله شعيب وأخبره قصته فطمأنه، ثم طلبت إحدى المرأتين وكانت حكيمة من أبيها أن يستأجر موسى لقوته وأمانته، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالت إحداهما يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. فعرض شعيب على موسى عليهما السلام أن يعمل عنده، ولكنه ليس لديه أموالا يعطيها له، لذلك سيزوجه إحدى ابنتيه ويكون مهرا أجره عمل 8 سنوات، وإن أحب موسى أتمها إلى 10 سنوات. فوافق موسى عليه السلام، وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم هن أي الأجلين قضى موسى، فأخبر أنه أتم 10 سنوات. والله أعلم.